في التقرير صورته كاميرا يحكي مع السيدة هالة عاشور رائدة أعمال قدرت تحول حبها لفن الكروشيه، مشروع صغير لحد ما بقى النهاردة مصنع بيشتغل فيه ستات كتير وبقى مصدر رزق لبيوت كتير. تعالوا نشوف مع بعض. وانا كنت شغاله في السفاره الالماني في قسم التاشيرات، ودي كانت اصلا شغلانه جت بالصدفه، يعني انا علشان بتكلم الماني وكنت اعرف حد بيشتغل هناك، فقبل ما اتخرج من الجامعه على طول خدوني مره في الصيف، كانوا عايزين حد سامر جوب، يعني شغلانه صيفيه بس، اشتغلت فيها وقالوا لي ايه ده انت كويسه، طب ممكن ما تتخرجي تيجي. اتخرجت بعديها بكام شهر ورحت وبدات الشغل. كان شغل لطيف، مكانه كويس، مواعيده كويسه، الناس اللي معايا كويسين، لكن ما كانش هو الحاجه اللي يعني نفسي اعملها، فيها شغف، فيها حب، فيها كده. انا فاتحه الشركه من 2009، احنا بنشتغل في الكروشيه والمكرميات، اكسسوارات البيت عامه. احنا في المدرسه اتعلمنا كل الاشغال اليدويه من واحنا صغيرين قوي، فانا حبيتها من الاول، ففضلوا معايا كهوايه من وانا صغيره لغايه ما جت فكره ان انا اعمله كبزنس. وطبعا كان بالنسبه لناس كتير ما كانوش فاهمين يعني ايه بزنس كروشيه، يعني لان كان في الوقت ده اي حد بيشتغل كروشيه بيشتغل مع جمعيات، مع حاجات خيريه يعني، لكن مش بزنس مش شركه يعني. انا يوم ما بدات بشركه على طول، ما بداتش كده يعني. بس طبعا هو وانس ان بدا مشروع فيه لازم شق جديه، اصل في فرق بين الواحد يعمل حاجه من البيت مجرد كهوايه وبيتسلى وبيشتغلها بمزاجه لما يبقى فاضي، وبين ان هو قرر يقلبها مشروع. قرر يقلبها مشروع يبقى لازم في نوع من الالتزام. فبدات اول حاجه باستيراد خيط، فدي كانت اول حاجه اضطرتني ان انا لازم يبقى عندي بطاقه ضريبيه وكده علشان استورد، ما ينفعش استورد من غير بطاقه ضريبيه. انا بحاول على قد ما اقدر ان اغلبيه منتجاتنا تبقى بخيط مصري، يعني ساعات بضطر الجا لحاجات مستورده، بس يعني املي ان ما يحصلش الموضوع ده بقى، ان يبقى في مصادر خيط في مصر بجد تكفي ان احنا ما نحتاجش اي خامات مستورده. انا ما بعملش حاجه شكل بس، انا ضد الموضوع ده، انا بعمل حاجات لازم ليها استعمال. فكل منتجاتنا ليها استعمال بصورة أو بأخرى في البيت. البساكت دول أنا بس عم بقول عليهم إن هم وسائل للترتيب، أورجنايزرز يعني، فممكن تحطهم في أي حتة في البيت، من المطبخ للحمام لأوض النوم للمكتب، فكل واحد وكراكيبه بقى بيلم كراكيبه فيهم. أنا شغالة شغل الكروشيه، شغل مكرمية، يعني أي شغل بيجينا احنا شغالين فيه. بنعمل بالمكرمية، بنعمل مراجيح، بنعمل ستاير، سجاد. أنا متعلمها من زمان وجيت هنا طبعا يعني اكتسبت خبرة أكبر. والله كان عندي وقت فاضي كتير، أنا متعلمة طبعا الكروشيه من زمان قوي من وأنا صغيرة، كنت مفكرة ان انا بقى هاجي هنا ان انا استاذة بقى وبعمل حاجات كتير، بس جيت لقيت نفسي تلميذة وبتعلم يعني حاجات غير اللي انا كنت بشتغلها خالص. احنا بنبدأ من 8 نخلص 4، والكروشيه بنعمل كل انواع الكروشيه. هو الشغل عامة كويس للست سواء كروشيه او اي حاجة ثانية، يعني تحس بذاتها يبقى ليها حاجة خاصة بيها. انا بطور بان انا بسمع، بطلع، بشوف، بسافر، بشوف الاحتياج ايه، بشوف ان انا زبوني لازم كل مره يجيلي يلاقي حاجه جديده عشان يشتري، لان هو اشترى القديم خلاص مش هيشتري تاني.